يعطيكم العافية. اليوم عندنا خلينا نقول سلسلة جديدة اللي هو التعليم على الأندرويد حق الأشخاص اللي يستعملون الأندرويد أول مرة، أو يمكن يستعملون الأندرويد بس ما يعرفون الشغلات اللي يدرون يسوونها فيه. فخلنا نبدأ بشغلة أو بشغلات بسيطة. الحين مثلا أول شغلة، شلون تغير الوول بيبر أو شاشة الخلفية؟ طبعا من شاشة البداية نفسها أو من صفحة البداية تخليك ضاغط في طريقتين، طبعا تخلي ضغط مطول على الشاشة، تطلع لك اختيارات اللي هو تختار الوول بيبر من اي مكان بالضبط. طبعا عندنا نوعين حق الوول بيبر، عندنا الوول بيبر العادي اللي هو تكون صورة خلفية عادية، طبعا في عندنا نختار من الجاليري اللي هو من الصور الموجودة عندنا، او من الوول بيبرز اللي هو شغلات التي مع الجهاز. نختار الصورة اللي نبيها، بعدين في تحتها set wallpaper، نضغط على set wallpaper تغير عندنا الwallpaper أو الخلفية. الشغلة الثانية عندنا الجاليري، نختار من الجاليري نفسه شنو عندنا الصور الموجودة. الشغلة الثالثة اللي هو live wallpaper اللي هو الخلفيات المتحركة، هذه ميزة موجودة فقط بالأندرويد اللي هو تختار خلفية متحركة. إنزين أقول مثلا هذه الخلفية نفسها، هذه يعني تكون حساسة حق اللمس نفسها. شوف الخلفية نفسها، خلينا نقول فرضا خلفية النكسس، تلاحظون الخلفية تتحرك وتكون حساسة لللمس بعد. وهني في تحت set wallpaper، بعض اللايف wallpapers يكونون فيهم settings زيادة او اعدادات زياده تقدر نغير فيهم، في بعضهم لا. طق set wallpaper تم التغيير في عندنا في الخلفيه. انزين الحين هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه شلون تصير؟ الطريقه الثانيه تصير من عن طريق السيتنجز او الاعدادات. ندش على السيتنجز، ندش على الديسبلاي او اعدادات الشاشه، في عندنا الوول بيبر، اعدادات الوول بيبر خلفيه الجهاز. طبعا من هني ايضا راح يعطيك نفس الشيء، تبي الجاليري لايف وول بيبر والوول بيبرز، تختار اللي تبي، تحط ست وول بيبر، خلاص الحين تغير عندك، ترجع شاشه البدايه يطلع لك كذي. هذه ببساطه كانت طريقه تغيير خلفيه شاشه او شاشات الاندرويد. يعطيكم العافيه، اذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب. شكرا.